لانه معايا الحقيقه سياده اللي هو خالد سعيد محافظ الشرقيه. سياده اللي هو اهلا بيك يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ محمد، ازي اهلا حضرتك؟ بيك يا فندم، منورنا ومشرفنا في 90 دقيقه. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. القرار يا فندم يعني اثار موجه من يعني الغضب، انه في ناس بيقولوا لا القرار ده هيضير بينا وبعائلاتنا وباسرنا، وبعدين داخلين في الشق القانوني انه بيتقال انه ده قرار الوقت هيطبق باثر رجعي، وبعدين عندنا طلب احاطه في البرلمان الاستاذ مصطفى بكري مقدمه ضد هذا القرار ويطالب بالغائه. الصوره كامله عند حضرتك يا فندم، وانا يعني اطلب التوضيح. خليني بس طبعا اشكر الاستاذ جمال اللي كان داخل عامل مداخله مع حضرتك، تمام، واوضح لحضرتك بس حاجه بسيطه جدا. فضل. ان في اجازات طبعا لموظفين الدوله اسمها اجازات وجوبيه، بينص عليها القانون والدستور، ما بيقدرش اي مسؤول في الدوله يقرب منها خالص. تمام. دي بياخدها حق للموظف وليس منا، من اي موظف عام داخل هذه الدوله. تمام. وفي اجازات غير وجوبيه النهارده اللي بيحكمها صالح العمل. وبيحق للسلطه المختصه النهارده لما يلاقي صالح العمل يتضرر من اجازه هذا الموظف، بنفضل صالح العمل على المصلحة الشخصية. يعني السلطة المختصة لو حاجة العمل تستدعي ان الموظف ده ما ياخدش الاجازة حتى لمدة عام، من حق السلطة المختصة انه يديلوش الاجازة دي. صحيح. اجازة غير وجوبية. لما يبقى النهاردة انا عندي النهاردة كلنا في مصر عامة بنشتكي من الإيرادات الهندسية في التنمية المحلية. ومبقاش عندي مهندسين خالص، انا عندي 17 مركز ومدينة، ثلاث مدن بالتحديد اللي فيهم مهندسين خريج كليه الهندسه. وبقيه المراكز النهارده بيشرف على الادارات الهندسيه مؤهلات متوسطه بدون صنايع. فنيين يعني. فنيين. ويبقى عندي نقص حاد جدا في المهندسين. وعندي النهارده ناس بتاخد الاجازه للسنه ال 27 والسنه ال 28 يعمل بالخارج، حاجز الدرجه الوظيفيه انا ما اعرفش كدوله اعين عليها موظف اخر، وهو حاجزها لغايه ما يطلع معاش وهو بيشتغل في الخارج. وانا في قمه الاحتياج للمهندس ده انه يعمل عندي في الاداره الهندسيه عشان يظبط ايقاع الادارات الهندسيه عندي في المدن. قيس على ده يا فندم النهارده عمال النظافه، انا عندي نقص حاد جدا جدا في عمال النظافه، عندي نقص حاد في السواقين. ومدي مثل بالارقام النهارده لكل من يعمل في الشرقيه، انا عندي حي تاني الزقازيق في 33 معده نظافه، كل اللي عندي 8 سواقين. هل يجوز النهارده وانا عندي نقص في معدات النظافه اللي بيشتكي منها مواطن الشرقيه النهارده، ان انا ادي النهارده سواق اجازه غير وجوبيه وغير ملزمه ليا بالقانون النهارده وانا عندي نقص حد فيها؟ ده رؤيه النهارده للمسؤول لما يبقى عنده النقص الحاد في تخصص معين هيعطل العمل في الاجازه الغير وجوبيه، يحق للمحافظ النهارده يا يرفض يوافق طبقا اللي بيحكمه في هذا الموضوع هو صالح العمل. ومع ذلك احنا ما عممناش الموضوع على كل التخصصات. بيجينا الطلبات النهارده مش معمم على كل التخصصات، مش على كل التخصصات، لانه حضرتك كان معانا احد الموظفين يعني من سلطنه عمان، وقال اذا كان في نقص في تخصصات مثلا معينه مش منها المدرسين، فليه المدرسين القرار يشمله؟ لا بالعكس جدا، انا مد النهارده السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم، وكيل اول وزاره التربيه والتعليم عندي، تعليمات مشدده النهارده انه بيراجع حاله حاله. تمام تمام. النهارده التخصص اللي عنده النهارده نقص فيه وهيقفل مدرسه النهارده او هيؤثر على سير العمليه التعليميه، هو ده النهارده اللي بيبت فيه النهارده ده اجازه غير وجوبيه وما تجددوش الاجازه. هايل جدا يا فندم. ده لو في ان النهارده تخصص النهارده هو في عماله زياده بيوفروا على اجازه بدون ادنى حاجه. يعني اذا القرار يا فندم هيسري على الوظائف اللي فيها عجز حالي في المحافظه. بالظبط كده. اللي ما فيش فيه عجز خلاص المساله يجدد تجدد لهم الاجازه. بالظبط كده، وده الموضوع طبعا الجهه المنوطه بيه في الدوله هي وزاره القوى العامله. تم التنسيق مع معالي وزير القوى العامله في هذا الموضوع، وهو كان ومعالي النائب مصطفى بكري كلمني بالفعل. وانا شرحت له الموضوع من ثلاث ايام في مكالمه استفضنا فيها، قال لي انا فعلا ما كنتش فاهم الموضوع بالطريقه دي كده، ولما فهمته النهارده الامور وضحت تماما. تمام. هو كلام حضرتك فعلا مهم جدا، لانه ده بيعمل يا فندم ايه؟ فض اشتباك
في الرأي العام، يعني الناس بتبقاش واصل لها الصورة، فاحنا بنحاول نوصل الصورة. ومع ذلك يا استاذ محمد احنا ما اكتفيناش بده، معالي وزير القوى العامة النهارده وزير التنمية المحلية عرض الكلام ده على السيد رئيس مجلس الوزراء من يومين، وحضرته النهارده استوعب الموضوع كويس جدا، ووزير القوى العاملة كلمني بعد المؤتمر وقال لي معالي دولة رئيس الوزراء موافق على هذا النهج، لان احنا النهارده ما ينفعش ان احنا نسيب ده بالمكان ده فاضي كده بالمنظر ده. والموضوع انا ما مارسوش النهارده كمخالف للقانون او مخالف للدستور، بالعكس دول اهالينا واحنا ارعى الناس بيهم ونعرف نحافظ على مصالحهم كويس جدا، ولكن بما لا يضر صالح العمل. صحيح صحيح، وانا مع حضرتك في يعني هذا الموقف وهذه الرؤيه، طالما انه القرار يسري فقط على من تحتاجهم المحافظه اللي فيهم اللي فيه تكدس خلاص. لكن هل في يا فندم، احنا عندنا بس لان احنا كنا عرضنا قرار اللي هو موافقه على تجديد يعني في اسمه السيد محمد شحاته، ده قرار كان 15 سنة بس خلاص يبدو كده انه القرار طالما بيتم دراسة حالة فيعني هذا القرار ليس استثناء. ما فيش ادنى مشكلة فندم النهاردة لو في اي حالة عند حضرتك او عند يعني الاستاذ سامي حربي من شوية كانت بنته مش عارف يشوف بنته لانها مش عارفة تنزل، وقال في الكويت هي، وقال انه خد من حضرتك تأشيرة مرتين بسنة، ولما راح مديريه التربيه والتعليم قالوا له لا هي قدامها 6 شهور وترجع. فنخلي الاستاذ سامي حربي يجي لحضرتك يتواصل معايا يا فندم النهارده يجي، انا عامل يوم الثلاث لقاء لخدمه المواطنين، كل ما بيرغب النهارده في حل مشكله داخل في محافظه الشرقيه انا مخصص اليوم ده لمشاكل المواطنين بالكامل، تمام، بنحل فيها واحنا قاعدين فوري في وجود الساده وكلاء الوزاره، كل المواضيع بتحل فوري واحنا قاعدين. بشكرك يا فندم، بشكرك وتقبل دعوتي انك تكون معانا على الهواء في 90 دقيقة في أقرب وقت يناسبك إن شاء الله. بشكرك اللواء خالد سعيد. طيب يبقى المسألة هذا القرار أثار هذا يعني الغبار، سيادة المحافظ تصريح رسمي أهو منه إنه هذا القرار يسري على الأماكن اللي فيها عجز، وهيتم دراسة، أرجو أن الناس تبقى سامعة الكلام، أنه هيتم دراسة حالة. ده الهدف يا جماعة من إثارة الموضوعات والنقاش، يعني اللي هو إيه، الإعلام مش داخل معركة مع المسؤول ولا داخل حتى معركة مع الناس، هو بيحاول يدير هذا النقاش زي ما حضراتكم شفتوا، يعني أطراف الموضوع كانوا معانا، الكلمة الأخيرة قالها المسؤول، القرار الذي صدر في حق موظفي محافظة الشرقية قرار يتم او هيكون خاص باللي في عجز في اي مكان في المحافظه، الموظفين يرجعوا، واعتقد ده كلام برضو ما يزعلش حد.